كوتش لو تعطينا كلمه انت بصفتك فني خصوصا معني في اوروبا, تعطينا كلمه على تاكوم المهاجم الدولي نتاع الجزائر محمد امين عموره قاعد يتالق في بطوله بلجيكيه تو. محمد عموره صافي تو ملي جا سيزون هذيا قاعد يقدم في مردود كبير كبير ياسر مع يونيون. سان جوار عنده كاليتي كبيره ياسر ابار الرابيديتي معناتها تكنيكمون سان جوار تري تري دونجورو خاصه في التيغ الاخراني يستعمل الرابيديتي نتاعو باش يدخل في لي سباس ورا ظهر الديفونسوريت. سان جوار معناتها ماركي وشفته معناتها اليوم قدم مقابله كبيره ياسر من اول العام شفناه معناتها قدم الاضافه كما قلت لك معناتها قاعد يظهر بشويه بشويه في البطوله البلجيكيه. انا نتنبأ يعني ان شاء الله يكون عنده يعني مستقبل كبير ياسر. الباركور نتاعو يعني من متزاير مشى لسويسرا وجا توا لبلجيكا وقاعد يتقدم معناتها بشويه بشويه وان شاء الله نشوفوه يعني يكور ويلعب في اكبر البطولات بيان سور الاوروبيه وخاصة إذا معناتها إذا فما استمرارية يعني في الأداء نتاعو هذا هو المهم بالنسبة ليه توا الاستمرارية في الأداء الكبير قاعد يقدم فيه وإذا كمل موسم كيما هكا يذول يسجل حسب رأيي 9 أهداف لحد الآن يكمل يعني موسم كبير ياسر يسجل أكثر أهداف ممكن تاخذوا جمعية كبيرة في بطولة كبيرة إن شاء الله. بربي كوتش حسب خبرتك كلاعب سابق في البطولة الإنجليزية وكفني في البطولة الإنجليزية سمعنا اللي عمورة عنده عروض من بريطانيا تتصورش المردود نتاعو يتأقلم مع الوضع في لونجليثير ولا؟ لا ما جينيش غريب تجي عروض كما تعرفوا يعني البطولة البلجيكية يطلعوا عليها برشا يشوفوا يفرجوا فيها برشا يعني اخصائيين خاصة البطولة الانجليزية عندنا حتى برشا جوارات يعني اعارة من البطولة الانجليزية ومن فرق انجليزية يعني مش غريب علي. عمورة نجم يقدم ونجم يلعب في البطولة الانجليزية خاصة بالمهارات نتاعو خاصة الغابيديتي كيما حكيت لك والكاليتي تكنيك في التيار الاخرانية سان جوار دونجورو وماركي فكرني شوية بمحمد صلاح في بدايته كنت فكروش بمحمد صلاح على المجال تشيلسي يعني عمورة ماشي في الطريق هذاك خاصة إذا عنده العقلية الاحترافية بالطبيعة. طازج حلة جديدة وذوق أروع. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.